ساعه اكو نقطه حبيت قبل ما انزل انبههم. قالوا شركه اسيا سي هاي مال الموبايلات اعلنوا انه باكر عندهم حفله موسيقى للدعايه الى الشركه مالتهم. الموسيقى من المحرمات، الموسيقى من المحرمات، افتى بذلك علماؤنا جميعا. وانا من هذا المنبر انقل لكم حكم الله تعالى، حرام عليكم الحضور. واذا هذه الشركه ارادت ان تبني منافعها ودعايتها على الموسيقى فعليكم ان تقاطعوها من اليوم. كل من عند اسيا سيل يبدله اذا صح هذا الخبر. في كربلاء اللي دي نمشي على دماء الحسين وآل بيته موسيقى، هذا مو عار؟ هذا مو عيب؟ يقول اتصلنا بالمحافظ، قال المحافظ ما نقدر نمنع، لكن الله يأمرنا. يقول الذين يأمرون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. من هذا المنبر أعلن يا أخي أنتم تحققوا، إذا باكر صارت هاي الحفلة واجب عليكم كل من عنده آسيا سيل يقطعه لترضوا بذلك الله ورسوله والحسين وتقفوا. هذا طريقة لل